بالظبط ومش لا فاهم حاجه ولا مدير ولا فاهم اي حاجه. ايه ده احنا جايين اختبار قاضي هنا ولا جايين اختبار ايه؟ ولا جايين مدرسه ولا جايين رياض اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه انت مجنونه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ بيت الكيسر الساكي كتر انت اصلا عارف اللي بقول ايه؟ بيت الراسكر روح تشوف الدنيا الثاني. ايه ده لو خد هنبدا الاختبارات. اول حاجه الغنى، اتفضل. غنى ايه بيه؟ حضرتك تغني. انا اغني ولا ادب برضه في المدرسه؟ حضرتك لازم تغني لان الوراثات الجينيه بتنتقل للابن، فلازم السنيوره تطمن على ابن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض البسيط فورا. اي دمعة حزن لا، اي لحظة حيرة لا، عايشين عايشين سنين احلام، دايبين دايبين في احلى كلام. كويس كده مين؟ برافو برافو. الرياضة مهمة جدا زي ما السنيورة قالت. حاول أي حاجة كده وتلاقي أي حاجة مش هتخلص من الدور. سيب طيروا لسانه، قلت روبو روبو عندي روبو. اسمع كلامكم عشان مستحيل طبعا إن أنا أروح أطلع على العجلة وأقعد ألعب رياضة عشان خاطر بقدم لابني أجي ألعب رياضة. مستحيل كده يا بيه. في إيه بالظبط؟ انت رجعتي ميت رجعت براك. كلمة سينيورة كلمة سينيورة كلمة سينيورة كلمة سينيورة. بس يا طه استحمل استحمل شوية. أرجوك يا مدام أنا بس سكوزا سكوزا حضرتك مش عارفة بس قول لها سكوزا أو حاجة. مستحيل طبعا أنا سكوزا. إيش عشان إيش عشان طبعا كده كويس خلاص. السينيورة هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوش. دي مستر سكوزا سينيورة اتفضل مستر طه. الحمد لله. إيه ده بيه؟ بامبرز ليه يعني؟ مش حضرتك تمرين؟ عملت في التمرين. عملت تمرين تاني؟ اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا اصلا مش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي ضروري؟ على فكره ده دي براش دي كتير بتبمبيرا. هي بتقول ايه دي؟ انت رشتاني انت يورج وقت تاكس تيجي تشتغل. يعني ايه يا بيه طيب يعني ايه؟ السنور بتقول ده انت بتعمل انا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ انا داخل اصلا الجيش انا ولا طه استحمل بيتري Più buoni i denti in realtà. Oggi se si senti lì, o ti metti forse di me. Ferma. Ti fanno dal mestre Tarn. لا حضرتك سوري سوري هي ماسك كده. انا مش عارف اعمل رياضه خالص اصلا هنا. ازاي؟ انا مش عايز اقدم لابني. سيب ساعتك بتاع دي. مش عايز ابني هنا. مش عايز ابني هنا. مش عايزين المدرسه دي. ما ينفعش. هات البسيط. مش عايز ابني مش عايز ابني يروح المدرسه دي. تا تا لا تا تا ايه مش تا تا بيتي ليش تا 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 انا بقول له تا تا في البيت مش تا تا ليش تا تا مش تا تا ليه قلت لي بارك تا تا وقفت حالنا اصلا ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت قلت تبع تورينا دي مدرسه دي ولا جنود حيوانات ولا ايه الموضوع بالظبط؟ فين الاستاذ اللي هنا اصلا قاعده في الاوراق دي؟ ام دي الورق عشان نمشي. انت رب من سنه ثانيه يا نبي اسعد باشمهندس تعالى خلصنا الموضوع ده. رب لا فاهم حاجه ولا مدير ولا فاهم اي حاجه.
ايه ده جايين اختبار رياضه هنا ولا جايين اختبار ايه ولا جايين مدرسه ولا جايين رياض اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط في ايه انت مجنونه ايه الكلام اللي احنا فيه ده انت بتنشر الساتي كده انت اصلا عارف بقول ايه بيجي راشر روح شر البرنامج يا استاذي ايه ده لا خد الجيم خد الجيم في ايه؟ في ايه؟